الجامعة ديالها كاملة ديفوز، يعني بدا متوارد وسينا ماشي تدخل من الجامعة من داخل ديالها الجبرة كاملة ديفوز، الأرضية كاملة كتزعزع. الناس اللي كيتوضاو والما كيطلع من الطواليت تاع حاشاكم، والناس ما كتبان فيك توضاو، دابا شايدين لنا الطواليت، فهمتي؟ بزاف ديفوز، يعني شي شوية يعني خرجنا كاملة الماء بارد، يعني الماء سخون كيجي في الصيفية، أنا عندي الطاقة الشمسية، بنادم كيتشكى بزاف. السلام عليكم، معكم واحد الشخص محمد العمراني كيتواجد في حي مرس. اليوم الموضوع ديالنا جينا كنهضروا على هذا المسجد اللي تفتح في 2021. المسجد هانتوما كما كتشوفوا الاخوان باقي جديد، ولكن الناس اللي كيتوضاو والما كيطلع من الطواليت تاع حاشاكم، والناس ما كتجبر فيك توضاو، دابا شايدين لنا الطواليت، فهمتيني؟ يعني الجامع باقا جديده، يعني الجامع خصها تكون قيه وخصها تكون يكونوا عندها العمال ديالها، خلوها ناقصه الاصلاحات بزاف، فهمتيني؟ حنا كنطالبوا اللي مسؤول على هذا الجامع هذا يقوم بالمهمه ديالو، الله سبحانه وتعالى وصى على هذا الشيء هذا. احنا كشباب كتجينا الغيره على هادشي هذا، وما كرهناش حتى حنا ندخلوا من بيت الله ونصليو ونعبدوا الله سبحانه وتعالى، ولكن خصنا نجبروا داكشي موفر، حيت ما حيت دابا الحمد لله كلشي موفر، خصنا نشوفوا اللي مسؤول خصو يجي ويشوف لنا هادشي هذا. حنا كنطالبوا المسؤولين اللي مسؤولين بهذا المسجد هذا يشوفوا لنا شي حل، يعدلوا لنا هذا المسجد، يعدلوا الطواليت هذا المسجد، وجزاكم الله خير. السلام عليكم، كنوجه واحد النداء للمسؤولين، حسب بيصلى الطوالت يعني مغلوق، يعني مشينا لعندهم يعني قلنا لهم الطوالت مغلوق، يعني خصنا نشوفوا لنا شي حاجة، يعني راه كاينه مضره بزاف، يعني واحد الناس ما يعني ما تقدرش تتوضا ولا يقدر يتوضا شي واحد تماك. كنوجه هذا النداء للمسؤولين، يعني الجامع ما عندها شي ساعه ونص، يعني القدس ديالها دائما يبقاو كيقرعوا، يعني واحد ماشي واحد المسافه طويله، يعني ما عندكش كيستمر تصفي، يعني كنطالبوا المسؤولين الله يجازيكم بالخير، يجب تشوفوا لنا الجامع، راه الجامع يعني كامله مشكل فيها، يعني ما عندها شي ساعه ونص، يعني الارضيه كامله كتزعزع، الطواليطات مخنوقين بحال الناس ما متصورش. وكنوصل هذا النداء هذا لوالي طنجة، الله يجازيك بالخير، شوف لنا هذا الحال هذا، راه الطواليط يعني راه مشدود، والجامع باقا جديده، يعني دابا شي ساعه ونص، يعني في رمضان شحال، رمضان ورمضان هو يعني عام، يعني حشومه اليوم. كنوجه هاد الميساج هذا يعني لوزارة الاوقاف، يعني تبعت الشركه اللي خدمت هاد الجامع هادي، وهاد الجامع هادي راه كامله ديفوز، يعني بدا من الطوارد وسينا ماشي تدخل من الجامع من داخل ديالها الجبره كامله ديفوز، الارضيه كامله كتزعزع، بيبان في الخاطر، باب فيها 100 كيلو 200 كيلو، راه مشكله كبيره، يعني كنمشيو لعندهم الولايه والو ما كاينه حتى شي حاجه، كنمشيو للمندوبيه ما كيديوناش شي جواب مره، يعني الله يجازيكم بالخير، كنتمنى هذا الميساج هذا يوصل لمسؤولين كبارين، الله يجازيكم. اللي مسؤولين لهذا الجامع فقط، اللي مشارك في هذا الجامع واللي شبر سي دران في هذا الجامع، كنطلبوا منهم يعدلوا لنا الطواليطات ويسكفوا لنا على المنظر باش حنا ندخلوا ونرتحوا، هذا غير بيت الله، وكنطلب من المسؤولين يقوموا بالواجب ديالهم، يقوموا بالعمل ديالهم، حيت تبارك الله تينا كتشوف الشباب هنايا تبارك الله كيقولوا عاش الوطن وعاش الملك وعاش الشعب، وتحياتي لجميع المسلمين. يعني تبارك الله بيس الله، يعني السوس تبارك الله كيفاش عامله، يعني راه فيها خصك من الداخل ديالها انت بلا شي وجهه، يعني راه كاين بزاف الدفوس، يعني شي شويه يعني جوزناها كامله الماء بارد، يعني الماء سخون كيجي في الصيفيه، انا عندي الطاقه الشمسيه، وبنادم كيتشكى بزاف، يعني كنوجه هذا النداء هذا المسؤولي، يعني من ناحيه الطوالت راه مغلوقين، يعني بنادم كيقدرش يتوضا، يعني واحد الناس بزاف قويه، يعني مثلا انتم وهذا فين يديهم، يعني يتم وجوم الحضوره وما داوهم هايله، يعني حتى الا جيتي تصافي ما عندكش تستمر تصافي. ودابا كنوجه هذا الميساج يعني لوزاره الاوقاف تجي تشوف هذا المشكل هذا، وتبعت الشركه اللي خدمت هذا الجامع هذا، راه الجامع كامله ديفوس، تجيو عندي نوريكم المشكل مشكل، يعني كاين مشكل في الطواليت مغلوقين، كاين مشكل في الماء سخون، كاين مشكل في الارضيه، الجامع كامله كتزعزع، الارضيه لوحدها كانوا كيتزعزعوا، والبيبان كبارين بحال كان ساعه تحت اليومين، عادي جبنا واحد الحداد عدلوا، يباب واحد الدفه فيها 100 كيلو، كنوجه هذا النداء هذا المسؤول، الله يجازيكم بالخير، حلوا لنا هذا المشكل، الله يجازيكم بالخير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.